على مدى 5 أعوام حقق برنامج سمو ولي العهد رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الوطنية أهدافه عبر استمراره بعقد البرنامج للمساهمة في تنمية وإعداد الكوادر الوطنية. ويعتبر هذا البرنامج نتاجا لرؤية نيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله. إيمان بقدرة أبناء وبنات مملكة البحرين وسعي حثيث للارتقاء بالموارد البشرية العاملة في القطاع الحكومي وثمار تجنيها البحرين بعد أن زرعها سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله تجسدت في برنامج سموه لتنمية الكوادر الوطنية منذ عام 2015 وتماشيا مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء انطلقت أول دفعة من البرنامج لتبحر في مركب سموه وتتلقى التعليم والتطوير من خلال العمل في مكتب سموه وهو ما خلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة المملكة. البرنامج الذي انطلق من رؤى سمو ولي العهد رئيس الوزراء صمم من أجل انتداب الكفاءات البحرينية الشابة المتميزة من الجهات الحكومية لمدة عام واحد وتدريبهم على مستوى عالٍ في طرق البحث والتحليل والقيادة بما يخدم عملهم الأساسي في جهاتهم الحكومية الأصلية. وفي عام 2020 شهد البرنامج إقبالاً كبيراً من قبل المتقدمين وهو ما يعكس مدى ما حققه البرنامج من نجاح منذ انطلاقته وإسهامه في تشجيع القيادات الواعدة في القطاع الحكومي خدمة للوطن، فمن التحقوا سابقا من منتسبي البرنامج يواصلون عطائهم، ومن يقبل على هذه التجربة الفريدة والنوعية يؤكد حرصه على التطور واكتساب المزيد من الخبرات. رؤية وفكر نير لسمو ولي العهد رئيس الوزراء واستثمار في الكوادر الوطنية الواعدة والمتميزة ورفض للمساعي التطويرية بكل إبداع وابتكار، برنامج يصقل بالاتجاه الصحيح من أجل رفعة البحرين وتهيئة شبابها للقيادة في أي مكان وزمان كثمار لبرنامج تنمية الكوادر الوطنية.